من استديوهاتنا ببيروت كان لخبير الموضة والأزياء إلياس شدراوي تعليقا خاصا على أزياء النجمات في الدورة الأخيرة لمهرجان كوتشيلا. إلياس أهلا بيك. هاي لميس، بنرحب فيك بمشاهدين أرابوت. اليوم رح نحكي عن كوتشيلا، هاي الميوزك فيستيفال اللي بيصير بالدازرت بالبالم سبرينغز بإقبال السيلبرتيز. كثير بنشوف فاشن ترندز إن كان على ستريت ستايل، إن كان هن اللي عم يحضروا الأتنديز، أما إن كان على السيلبرتيز هوز بيرفورمينغ أون ستيج. واليوم حنشوف، حناخد كذا سيلبرتي، حنشوف شو تعلمنا، شو كانوا الفاشن سبرينغز، شو كانوا ترندز، شو شفنا دارج للصيف إن كان بالميوزيكال كونسرت. أول ترند وضعتها ألساندرا أمبروسيو كان الدنم. الدنم هيدي السنة إن كان بالميوزيكال ووردز بكوتشيلا، أما هلأ بترند معنا للصيفية كتير ماست هاف سبيشلي. بس شو كانت التويست أما السيجنتشر تبع ألساندرا أمبروسيو؟ لبست معه ني لينث بوتس، بننهي مع ألساندرا أمبروسيو بيد فرنجز إن كان بالتوب إن كان بكروس باك إن كان بهيدا اللون البراون. يعني ختمتها ألساندرا أمبروسيو بطريقة كتير حلوة، لأنه ذا فرنجز سبيشلي ذا براون إن كان ذا فلوبي هات أما ذا كاوبوي بوتس هن ذا وير ماست بالصحراء. وتاني ترند حطتها أطلقتها كندل جينر أما لبستها بهيدا الإيفنت كانت السكان. Everything that was glittery، يعني كثير شفنا كمان بالإيفنت على ستارز، كثير شفنا شورت سبايات، أما كثير شفنا أتوب فيها شيء كايند أوف جليتر، بيطلعوا سيلبرتي يعني مثل كأنه هيك كايند أوف جولري ماشي بالصحراء، لأنه مع الشمس كثير كي فرندلي مع السكان، تدوي بطريقة كثير حلوة، تخلق يعني ذا سيلبرتي ويل شاين and anything that is shimmery. كمان شفنا على كندل جينر the Bermuda shorts كمان اللي واصل على الني لينك، يعني كتير دارج مع هاي ويستد، يعني بترجعنا على السيفنتيز على البونك على الروك اند رول. ما نحكي عن فانيسا هودجنز، حنشوف هيدي الصورة كانت أكثر حدا بويميان شيك، يعني اوريدي كان the statement كوتشيلا هيدي السنة stamped with the boho chic looks. جسدتها فانيسا هودجنز ب flower printed long dress، قعدت على the spotted fly bench. هيدا اللوك على فانيسا هودجنز was nominated one of the best looks مع هيل ستينفيلد اللي كانت لابسه فستق فوجليزي لوك كتير كان حلو. التي هاي بوتس اللي كان مكمل اللوك تبع هيل، كتير شفنا هول الليف سبرنت قد ايه دارجين. غير الدراس كان هيدا التاي هاي بوت اللي كمان كان it was a night لننهي with the pink color مع كيتي باري. لهيك هيدي الصورة اللي حنشوفها هلا على الشاشة قديش هيك قديش مريحة للنظر، قديه الكروب توب شفناه كثير على بيكوتشيلا، قديه كمان شفنا رابينج شيرت اون ذا ويست مع تايلر هيل كمان بلون البينك من بعد كيتي باري. بس كمان أكثر تايلر هيل راحت على كات أوتس، راحت على أكثر راحت على ماكسي هيك فلويد دريس، راحت على كومبات بوتس، وكمان ذا هيد سكارف كثير شفناه على تايلر هيل، كثير شفناه كمان أنك سكارف. كتير كان البندانا one of the main accessories بكوتشيلا، واللي كمان حنشوفه بالصيفية برات دازت برات الميوزيكس، كمان كتير حنشوفه على ستريت ستايل على سيلبرتيز على موديل لوكس. وهيك لميس بنكون شفنا اخر صيحات الموضة اللي فرضوها السيلبرتيز بكوتشيلا هل ميوزيك فيستيفال، ان كان من الاتنديز اللي كانوا مثل ما حكينا عن ألساندرا أمبروسيو عن كندل جينر فانيسا هودجنز، اما العالم اللي كانوا اون ستيج بيرفورمينغ مثل ليدي غاغا فرضوا